هلا مشاهدينا بننتقل من عالم السياسه لعالم التعليم مع بدايه المدارس الاسبوع القادم، في كثير من التفاصيل لازم اكيد نستفسر عنها. اكيد نور، مثل ما قلتي المدارس صارت على الابواب وهي مرحله مهمه، اكيد نتمنى عام جديد دراسي يكون كلياته طبعا تحصيل علمي جيد ما فيه اي مشاكل، واكيد من الاستفسارات كثير بتكون عند الطلاب وعند الاهل. رح نحكي عن المرحله الثانويه بالتحديد، بصيرنا يكون معنا ليشاركنا ويجاوبنا على كثير من الاسئله والاستفسارات ضيفنا لليوم الاستاذ انور ناصر، وهو مدير التربيه المساعد لشؤون التعليم الثانوي. اهلا وسهلا فيك استاذ، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، شكرا لكم لكامل فريق الاخباريه. يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نحكي، عم نقول بدايه العام الاسبوع، العام الدراسي الاسبوع القادم، نتمنى يا رب هالعام الدراسي يكون مختلف لكل الطلاب. خلينا نحكي عن التحضيرات والتجهيزات، يعني دائما بنعرف مع بدايه العام بيكون في مجهود كبير وجيش عم يشتغل على الارض بتربيه ريف دمشق، شو هي الاجراءات والتجهيزات اللي قمتوا فيها؟ نعم، طبعا تحضيرات لبدء العام الدراسي بدات من اسابيع او حتى من اشهر قبل بدء العام الدراسي. فمديريه تربيه ريف دمشق انهت ترميم وصيانه 80 مدرسه في مختلف مناطق ريف دمشق، وستدخل 10 مدارس منها في الخدمة في بداية العام الدراسي الحالي. طبعا خلال العطلة الصيفية أيضا تم الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مديرية تربية ريف دمشق، حيث تم إقامة عدد من الدورات لأمناء المكتبات في الاستلام وتوزيع الكتب وتنظيم المكتبة وتشجيع الإقبال على المكتبة وقراءة الكتب، إضافة إلى دورات للمدرسين المختصين والموجهين التربويين للتعلم أو التدريب على استخدام وسائل وتقنيات التعليم الحديثة. أيضا هناك إذا العديد من الدورات، كذلك في دورات التعلم النشط لعدد كبير من مدرسينا زملائنا المدرسين والمدرسات. نعم، كمان يعني حضرتك حكيت عن انه تم ادخال عدد من المدارس ضمن الخدمه، خلينا نحكي ايضا التشكيلات اللي بتتم كل عام بالنسبه للمعلمين، هل تم مراعاه البعد، بعد المعلم عن مكان المدرسة؟ كثير أسئلة بتنسأل، هل دائما بنراعي أنه مكان المدرسة اللي بيكون موجود فيها المعلم هي الأقرب أيضا لمكان سكنه، أو مراعاة القادمين من محافظات أخرى؟ تمام، طبعا نتمنى أن يكون كل مدرس قريب من مدرسته، لأن المدرس عندما يكون مرتاح فأكيد سيعطي، هيكون في إنتاجية أفضل، سيعطي بشكل أفضل وبشكل مريح أكثر وأفضل إنتاجية كما تفضلتي. طبعا هناك اهتمام بجميع مدرسينا واهتمام خاص أيضا بالمدرسين القادمين من محافظات أخرى، فلهؤلاء يتم تقديم بعض التسهيلات، ومنها تقوم مديرية تربية ريف دمشق طبعا بالتعاون مع المجتمع المحلي ومحافظة ريف دمشق بتأمين سكن لعدد من هؤلاء المدرسين في مناطق مثل دوما والكسوة حاليا. وهناك أيضا تقديم تسهيلات أخرى، مثال على ذلك موضوع تفريغ يوم دوام للمدرسين في محافظة ريف دمشق من محافظات أخرى، إما أحد أو يوم خميس، لتمكينهم من زيارة الأهل والعائلة في محافظاتهم. طيب خلينا نحكي معك أستاذ عن توطين التعليم. توطين التعليم عم يكون في يمكن إجراءات وتسهيلات اليوم لكل المعلمين خارج المحافظة، يعني هي المشاكل دائما نطرحها مع كل ضيوفنا بوزارة التربية، إنه بعض المعلمين عم يشوفوا في عبء مادي أو تكلفة مادية، خصوصا يعني لا تضاهي فينا نقول القيمة المادية للراتب مع الوضع المعيشي وأجار المواصلات. طبعا تسعى الوزارة بشكل دائم لتحسين الوضع الاقتصادي لنقول للمدرسين، وهناك الآن يجري حاليا دراسة كيفية تحسين الوضع المادي للمدرس.
طبعا في هذه الظروف كما تعلمون هناك دور هام للمجتمع المحلي، فكثير من مناطقنا التعليمية في محافظة طيف دمشق يقدمون تسهيلات للمدرسين، أحيانا تأمين سكن، أحيانا تأمين مواصلات أو نوع آخر من التقديمات. كله على عاتق المجتمع المحلي ولا في تشاركي؟ نقول هناك تشاركية بين المجتمع المحلي ومحافظة ريف دمشق، وهناك أيضا مديرية التربية أو وزارة التربية تقدم ما تستطيع تقديمه لهؤلاء المدرسين. نعم أستاذ أنور، كمان خلينا نحكي بما يخص التوجيه التربوي اليوم والاختصاصي لدى تربية ريف دمشق. بنسمع دائما أنه في نقص بأعداد الموجهين التربويين، كيف عم تتعاملوا مع هذا النقص وخاصة بأنه ريف دمشق هي قطاع كبير جدا أيضا؟ نعم طبعا كما تعلمون أن الموجه الاختصاصي الذي سيكلف بعمل التوجيه الاختصاصي سيخرج من الصف، وتعلمون أن هذا سيساهم في زيادة الشواغر التدريسية التي نعاني منها في بعض المواد في مدارسنا. وأيضا كما تعلمون أن وزارة التربية قد أعلنت منذ فترة قريبة عن مسابقة لانتقاء موجهين اختصاصيين وتربويين، وانتهى التقديم اليوم 1/9 وتم رفع القوائم إلى الوزارة، وسنقوم طبعا وتم رفع حاجتنا من الموجهين الاختصاصيين والتربويين لتغطية النقص الحاصل بالنسبة للنقص الحاصل بعدد الموجهين الاختصاصيين أو التربويين. طيب خلينا نحكي عن بما يخص التربية المهنية الجديدة وأهمية إدخال هي المادة بالتدريس اليوم. اليوم عم نحكي عن خطوات يمكن دائما جديدة لوزارة التربية بما يخص هذا الموضوع. طبعا أنا لن أخوض كثيرا في هذا الموضوع، وسأترك الحديث بهذا الموضوع لزملائنا في التعليم المهني، ولكن كفكرة عامة أقول بأن هذه التربية المهنية هي من سياسة التوجيه المهني أو دراسة الميول المهنية لعدد للطلاب تمام وتوعيتهم لاختيار المهنة الصحيحة. طبعا في العام الحالي سيتم تطبيق هذه المادة التربية المهنية تجريبيا في 50 مدرسة في عدد من المحافظات السورية. طبعا سيتم كما ذكرت المواضيع التي سيتم دراستها أو تعليمها في هذه المادة تتعلق بأمور الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة أيضا. أستاذ أنور، يعني خلال الفترة الماضية وكلياتنا بنعرف أنه مفرزات الحرب أصبحت واضحة، ويمكن صرنا نشوفها عند شبابنا وأطفالنا بأعمار مبكرة للأسف. منطقة أيضا ريف دمشق من المناطق اللي شهدت حالات عنف كثيرة بالفترات الماضية، وأكيد القطاع التعليمي لم يسلم من هذا الموضوع. صرنا نشوف بعض التعديات على بعض المدرسين، وبالمقابل أحيانا بعض الأخطاء الفردية من قبل أحد المعلمين أو المعلمات بحق الطلاب في المدارس، ونحكى كثير عن هذا الموضوع. خلينا نحكي عن موضوع العنف، هل رح يتم دراسة هذا الموضوع يمكن تشكيل لجان، وجود تفعيل دور رقابي أكبر، دعم نفسي، آليات كثيرة نحن بحاجتها بالمدرسة خصوصا بموضوع العنف، كيف حيتم التعامل مع هذا الشيء؟ تمام. طبعا العنف عموما هو ظاهرة شاذة عن مجتمعنا عموما وعن مدارسنا، وهو حالة غريبة، ولكن ربما هي قد تكون من مفرزات الأزمة التي مرت بها بلدنا سوريا. وأعتقد أننا إضافة إلى القوانين التي على أهميتها التي تحمي المعلم من العنف أو غيره من المخالفات، أعتقد أننا بحاجة إلى ثقافة مجتمعية يشترك فيها الجميع، تحض على تكريم المدرس واحترام المدرس واحترام جهد هذا الشخص. يعني في الواقع نحن إذا كان لدينا شخص قام ببناء منزلنا أو جهز أثاث منزلنا نمتن له ونقول هذا الشخص ونمتدح أدائه وعطائه،
فما بالكم بمن يقوم بتربية وتنشئة أجيال من لحم ودم؟ فهذا أحرى بنا أن نعلم أبنائنا ونوجه أبنائنا إلى احترام هذا الإنسان الذي هو قبل كل شيء هو شخص أكبر منا سنا. نحن في المنزل أنا أعتقد أن من يحترم والديه وأعمامه وأخواله من الطبيعي أن يحترم معلمه في المدرسة. فلذلك أنا أنطلق وأركز بشكل كبير على دور الأسرة وتوعية الأسرة في التأكيد على أبنائنا الطلبة على احترام مدرسيهم. كما تعلمون الظروف العامة هناك نوع من المعاناة المادية وإلى آخره ربما تنعكس على أداء بعض المدرسين، فلنساعد هذا المدرس على أن يكون الجو هادئ، وهذا الجو الهادئ سينعكس بالنتيجة على فاعلية التعليم الذي يقدمه هذا المعلم، ويركز أكثر المدرس بدل أن يركز على موضوع ضبط الصف وإلى آخره. طبعا أنا أشير هنا إلى أهمية كوننا تحدثنا عن ضبط الصف على أهمية وجود الوسائل التعليمية، وهنا هناك توجه في وزارة التربية على دمج التقانة بالتعليم. طبعا هناك أهمية كبيرة لدمج التكنولوجيا في التعليم، فهي من ناحية تساهم في فعالية الدرس وتشد الطالب أكثر، فهي جاذبة للطالب لكي يتفاعل في الدرس ويشارك أكثر ويفهم، ومن ناحية أخرى أيضا هي تساهم في ضبط الصف، فلا يعود الطالب يحاول أن يثير بعض الشغب وإلى آخره، بل يهتم إذا كان كبيرة على عاتق الأهالي. كيف عم يكون رح يكون في تسات نوعا ما تسهيلات بما يخص وعدم التشدد بما يخص اللباس المدرسي؟ طبعا هو نابع من حرص الوزارة أو على من مراعاة وزارة التربية لظروف المادية للطلبة وأهاليهم، ولكن في المقابل نحن نتمنى على الأهل وعلى الطلبة، نرجو حسن استخدام أو التعامل مع هذا التوجه من قبل أو التسهيلات من قبل مديرية أو وزارة التربية، من حيث أنني أنا عندما أضطر إلى عدم اللباس لا أريد أن أنا الهدف من اللباس الموحد هو أن يحس الطالب بأنه آت إلى مدرسة، الجميع متساوون، لا يكون هناك أي اهتمام أو تركيز إلا فقط على التحصيل الدراسي والمشاركة والتفاعل الصفي، هذا هو الهدف. نعم، أيضا خلينا نحكي عن مدارس المتفوقين أو المتميزين، العدد اللي وصلت له حاليا وأماكن تمركزها. نعم، طبعا نحن في ريف دمشق يسعدنا أن نقول بأن لدينا الآن 4 مدارس للمتفوقين، نسعى إلى التوسع بهذه التجربة، وطبعا هذا توجه وتوجيه وزاري بالتوسع فيها. وكما تعلمون هناك أهمية للمدارس المتفوقين، هناك عدد من المزايا تقدمها لأبنائنا الطلبة، فأنا أقول بين قوسين كأنها مدارس خاصة بين قوسين بمميزات، ولكن دون تكلفة أو عبء مادي على أبنائنا الطلبة. فهي من ناحية هناك عدد محدود من الطلبة لا يتجاوز بين 20 و30 طالب في الغرفة الصفية، إضافة إلى نحن نختار أفضل المدرسين، المدرسين المتمكنين والمتميزين بعطائهم لهؤلاء الطلبة، وأيضا الكادر الإداري للمدرسة. وبالمقابل نحن نطلب من الطلبة أنفسهم التفوق والمحافظة على مستوى متميز في خلال وجودهم في المدرسة،
لكي لا يفقدوا فرصتهم في البقاء بهذه المدرسة. فكما هو مطلوب من الكادر الإداري والتدريسي أن يكون بمستوى جيد وعالي، أيضا مطلوب من الطالب نفس هذا الشيء. ونحن نهتم أيضا بمدارس متفوقين، إضافة إلى اهتمامنا بالمدارس الأخرى، أيضا بالاهتمام بكافة النواحي. يعني أنا أقصد النواحي ليس فقط النواحي العلمية، ما لدى الطالب من قدرات باكتشافها وأيضا من تنمية هذه الإمكانيات الموجودة لدى أبنائنا الطلبة. أكيد نعم. بالختام نشكرك على وجودك معنا، نتمنى بداية عام دراسي الأسبوع القادم يا رب يكون خير على الكل ويكون مختلف عن العام القادم. شكرا كثير لك. اسمحوا لي بالنهاية أن أوجه تحية لكل زملائنا في الميدان التربوي على الجهود الكبيرة التي قاموا فيها. أكيد. فنحن في مديرية التربية وكذلك في الوزارة لا ننتهي من عمل حتى صحيح. نستمر. فالعطلة الصيفية بشكل حقيقي أو واقعي ليست موجودة لدينا، فنحن أنهينا امتحاناتنا الانتقالية وبدأنا بامتحاناتنا بالشهادات الدورة الأولى للثالث الثانوي أو الشهادة الثانوية ثم والتاسع الأساسي ثم الدورة الثانية والتصحيح والاستعدادات لاختباراتنا القادمة. أتمنى من جميع مدرسينا الدقة، حتى هناك نقطة مهمة لن أطيل فيها وهي موضوع تشجيع الطلاب. أحيانا المبالغة في تشجيع الطالب قد يتحسس منها الطالب الآخر. حتى هذه النقطة، طبعا هناك نقطة مهمة أكثر وهي موضوع عدم التمييز بين أبنائنا الطلبة. حتى النظرة، طالبنا ذكي ويمكن أن يميز هذه النظرة. نعم. وماذا تعني. وكل عام وأنتم بألف خير بألف، وشكرا خير. لكم ولفريق الإخباري. شكرا لك أستاذ أنور ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لكم. شكرا لك.